مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تجاوزت أسعار النفط مستوى 65 دولارا للبرميل بعد أن هبطت من عتبة 50 دولارا خلال الأشهر الماضية متحسنة بنسبة تصل إلى 8%، وكان انخفاضه قد شكل قلقا فعليا لميزانيات الدول المنتجة. وطغى الارتفاع الملحوظ للأسعار على حالة التذبذب في أسواق النفط مدعومة بمجموعة من العوامل كظهور بوادر انخفاض طفيف في إنتاج النفط الأمريكي وتراجع قيمة صرف الدولار واستمرار الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل المصدر العالمي الأكبر للطاقة. المحللون يتحدثون عن أن الاحتمالات الأكثر توقعاً هي استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام، لكنه توقع يشوبه خوف من الفائض النفطي الحالي المقدر بنحو 2 مليوني برميل يومياً، ما يعني استمرار الضغوط على الأسواق لحصول تذبذبات في الأسعار. رغم أن المحللين يطمئنون الأسواق من أن هذا الفائض يمكن التعامل معه من دون حدوث اضطرابات في الأسواق لأنه ضئيل الحجم نسبيا، ويقول مراقبون إن من بين العوامل الأساسية التي تؤثر في السوق التقليص الضخم للموازنات الاستثمارية للشركات النفطية الكبرى وانخفاض عدد الحفارات العاملة وتأثر صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بانخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية لصالح توقع عودة بعض من التوازن بين كفتي العرض والطلب على النفط. وفي السلطنة ساهمت السياسات المالية والاقتصادية المرنة في امتصاص الآثار التي خلفها انخفاض أسعار النفط، فلم يكن هناك تأثيرات مباشرة على برامج الإنفاق ومصروفات المشروعات الحكومية، لكن المالية تحثت الوحدات الحكومية على أخذ الحيطة بالنسبة للإنفاق الوقائي، في حين عززت تقلبات الأسعار في المقابل الاتجاه نحو الإسراع ببرامج التنويع الاقتصادي وحث الاستثمار ورفع قدرات ومساهمات القطاعات غير النفطية. أرحب بضيوف هذه الحلقة: الشيخ سيب بن هاشم المسكري المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، الأستاذ مرتضى بن حسن بن علي اللواتي رئيس مجلس إدارة شركة جينيتكو القابضة، والدكتور محمد رياض حمزة المحلل الاقتصادي. أرحب بالضيوف الأعزاء في هذه الحلقة، كما أرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم. أعود إليكم بعد هذا الفاصل، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ثانية في رؤية اقتصادية، ونتناول في هذه الحلقة الموضوع المتجدد وهو أسعار النفط وعوامل التغير في ضوء التحسن الملحوظ والتدريجي في أسعار النفط. شيخ سيف، أبدأ من معك مباشرة، كيف ترصدون التغير التدريجي في أسعار النفط العالمية في ضوء العوامل المحفزة لعودتها إلى الاستقرار، وأيضا نتحدث عن واقعية هذا التغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بأنه أسعار النفط ليس مرتبطة بالإنتاج أو بين العرض والطلب، وإنما خاصة في المرحلة الشهور الأخيرة كان قرار سياسي أكثر من هو
قرار اقتصادي فيما يتعلق باسعار النفط، وما زالت العوامل السياسيه هي التي توجه الاسعار. ما زالت العوامل السياسيه تتحكم في هذا الموضوع. وانا استذكر تصريح معالي وزير النفط في اخر اجتماع للاوبك، عندما يعني اعرب عن قلقه باعتماد انه القرار السياسي هو المحرك لاسعار النفط. هذه نقطة مهمة جدا يعني، والعوامل السياسية ما زالت أخ عبد الله، رغم من المفترض أو القاعدة المفروض تكون أنه لما تحصل أزمات في المنطقة زين كنا نلاحظ مباشرة ارتفاع أسعار النفط بسبب هذه الأزمات، لكن الآن نلاحظ أنه حتى هذا الارتفاع هو ارتفاع نقول أنه طفيف جدا مثل ما تفضلت يعني، لكنه أيضا مشوب، يجب علينا أن نأخذ الحيطة والحذر بأن هذا الارتفاع قد ينخفض فجأة لأسباب سياسية وليس لأسباب اقتصادية. هذه أنا في وجهة نظري. نعم. خلال النصف الثاني من عام 2015 هل تعتقد أن العامل السياسي هو سيكون أيضا المحرك، باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط المصدر الأول للطاقة يعني تشهد مجموعة من الأزمات؟ شوف، لما انخفض أسعار النفط في بداية هذا العام كان السبب، الجميع يعرف أنه نوع من الضغط السياسي على بعض الدول في المنطقة، وهذه العوامل ما زالت مستمرة يعني لرفع الإنتاج. لا لا, لا لا يعني الضغط على بعض الدول لكي تتأثر اقتصاديا وتغير مسار أو مواقفها السياسية. هذه المرحلة ما زلنا نحن نعيشها الآن، أن هناك وضع سياسي معين وما زال في قوى يعني تعمل على نوع من وضع الضغط السياسي على أساس أنه سلاح النفط من أجل الضغط على دول إقليمية أو دول قوى عالمية لرفع الأسعار تقصد؟ لا، لتخفيض الأسعار كضغط لتخفيض الأسعار. وبالتالي فعلينا نحن كعمان أن لا نعتمد بأنه هذا الارتفاع الطفيف اللي حصل خلال هذا الشهرين أو خلال الأسابيع الماضية أنه قد تستمر أو يستمر هذا الارتفاع، لا يجب الاسترخاء لهذا التحسن أبداً. نعم. وبالتالي فعلينا الحذر وعلينا أن نأخذ يعني بالحسبان في عملية الانخفاض في أي وقت يعني خلال هذا الفترة القادمة. أستاذ مرتضى، يتحدث الشيخ سيف عن البعد السياسي في قضية أسعار النفط الحالية، الأسعار الراهنة اليوم. أسعار النفط يعني تحوم حول 65 دولار، بعد أن كانت أقل من 50 دولار بالنسبة لنفط عمان. برأيك أي العوامل الأكثر تأثيرا على الأسعار في هذه الفترة؟ هل تتفق أن البعد السياسي هو المحرك، أم أن هناك أيضا عوامل اقتصادية وإنتاجية محيطة؟ هي مجموعة كبيرة من العوامل. النفط هي سلعة استراتيجية فريدة من نوعها، تتأثر فيها عوامل الأساسية من العرض والطلب، أيضا تؤثر عليها عوامل الجيوسياسية مثل ما الشيخ سالم تكلم عليها، وتؤثر عليها مثلا الآن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حبلى بالمشاكل والحروب والصراعات والبعد السياسي الذي الشيخ سالم تكلم عليه. سيف. وأيضا هناك سياسات منظمة أوبك سابقا، عندما منظمة أوبك عندما كانت مثلا في 86 عندما نزلت أسعار النفط، تمكنت في الأخير أوبك أن تأتي وتقوم بعملية تقليل الإنتاج تدريجيا، وبدأت تصعد أسعار النفط. فمدى قدرة أوبك ما فقط أن تتفق على سياسة معينة، وإنما أيضا أن تؤثر على دول منتجة كبيرة أخرى خارج أوبك مثل روسيا، أن هي أيضا أن تخفض أسعارها. ودعوة أوبك الأخيرة ربما تنطوي على هذا الموضوع، على هذا المسار، لأنها دعت البلدان يعني غير الأعضاء في المنظمة إلى التدخل. إيه، لكن هل هذه التصريحات كانت تعبر عن رأي الرئيس أو تعبر عن رأي مجموعة الأعضاء وخصوصا الدول المؤثرة؟ ذيك قضية أخرى.
هناك قانون صدر في الولايات المتحدة ما يسمى بقانون النتائج الغير المتوقعة، The Law of Unpredictable Consequences، الذي يقول أنت مهما عملت في الواقع عدد المتغيرات كثيرة فتنشأ متغيرات عديدة. على سبيل المثال، نحن نعرف مثلا الآن في العراق الأنبار وموصل وداعش تسيطر على آبار كبيرة من النفط. ليبيا نفس المشكلة. ليبيا الذي كان إنتاجه 1,600,000 برميل قبل أحداث 2000 بين 200,000 و600,000 برميل، كم منه يهرب، كم منه. أيضا نحن نعرف إنتاج اليمني تقريبا متوقف، لكن بالمقابل مع الحرب القائمة في اليمن هناك مبالغ هائلة تتكبدها المملكة العربية السعودية، سوف تحتاج أيضا إلى زيادة في الإنتاج أو تقليل في الإنتاج لزيادة الأسعار. هي أيضا الآن سباق التسلح يبدو في المنطقة بدأ على مصراعي، وقد تكون هناك تريليونات الدولارات قد تذهب في هذا السباق من التسلح. من أين تأتي هذه المبالغ؟ أيضا في هناك استحقاقات اقتصادية واجتماعية في السعودية وفي الخليج وفي مناطق أخرى، لا بد أن تكون هناك في ظل عدم وجود موارد أخرى للثروة، لا بد أن يكون الاعتماد على النفط. فممكن هذا الجيوبوليتيك طبعا يقابله أيضا موقف أوكرانيا ومواقف والضغوطات التي تمارسها الدول الكبرى على هذه الدولة وتلك. فبمقابل مجموعة من العوامل الجيوبوليتكس قد تكون هناك عوامل أخرى قد تؤدي، بحيث تشعر الحكومات المعنية التي لها إنتاج كبير للنفط أن تعمل حل للماء لمواكبة هذه الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية. الاقتصادية والاجتماعية. نعم. هل تعتقد أن البلدان المنتجة للنفط كلا أو جزءا ستضطر إلى زيادة الإنتاج أو عملية التصدير النفطي الخام؟ ممكن جدا. وإذا قامت بزيادة التصدير ماذا سوف تدفع بالأسعار أقل، مع وجود موازنات يعني مثقلة بالعجوزات، مع موازنات مثقلة بالعجوزات. فإذا بدأت أسعار النفط تتراجع أكثر وأكثر، ممكن بعض الدول عندها احتياطيات ضخمة كبيرة. نعم. لكن هذه الاحتياطيات أين موجودة؟ هي موجودة أيضا في الدول الأخرى اللي قد تجد هذه الدول صعوبة كبيرة بسحب هذه الاحتياطيات، فتبدأ باقتراض من مبالغها في سبيل تمويل موازناتها. هذا البعد أيضا متوفر، وهذا الثمن الذي نحن ندفعه في دول الخليج من عدم قدرتنا على تنويع مصادر الاقتصاد، من عدم قدرتنا على بناء القوة البشرية، القاعدة الاقتصادية الانتاجية. نعم. دكتور محمد، ما هي قراءتك للتحسن النسبي حتى الآن لأسعار النفط؟ نتحدث من 48 دولار إلى 65 دولار الآن. أولا نتحدث عن اليوم، تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية آسيا كانت 65-44 سنت للبرميل الواحد، أصبحت الآن فقط 65-23 بتدني 44 سنت للبرميل الواحد. إذن لو أخذنا المسيرة من بداية هذه السنة لحد الآن، الارتفاع كان يتقدم خطوتان فيتراجع خطوة واحدة، والسبب هو عوامل كثيرة مثل ما تفضل الشيخ سيف والأستاذ عدنا. بهذا المعنى يعني لدينا هناك عوامل كثيرة منها حقيقية، حالة من عدم اليقين، منها حقيقية، منها السوق وعوامل السوق والتعامل مع السوق. عندما نتحدث عن السوق فأكثر من 2,000,000 برميل الآن فائض في الأسواق، فيما كانت الأسواق في عام 2008 تقريبا وصل إلى ما 145 برميل في ذلك الوقت، وكانت الأزمة المالية الاقتصادية ومع هذا استمر التعامل بهذا الشكل وكان فائضا موجودا. فإذا ما العامل؟ ما تحدث به الأستاذ سيف هو الواقع. كانت قضية أوكرانيا، كانت قضية إيران، الضغوط على هاتين الدولتين أدت إلى أن يكون هناك تراجع حقيقي للضغط عليهما ولإفلاسهما. فعلا كانت تأثر الروبل بنسبة أكثر من 40% من سعره في روسيا.
عندما اجتمعت أوبك في 27 نوفمبر الماضي وأصرت السعودية على أن لن تخفض بذريعة الاحتفاظ بالحصص، الاحتفاظ بالحصص كانت موجودة، الحصص وعلى الدوام، لماذا هذه الوقت وكان الفائض موجود وعلى الدوام؟ إذا انفجر برميل في آخر الأرض فإن النفط يصعد دولار دولارين في كل الوقت، وكيف هذه الأحداث الجسام كلها ولم يصعد النفط؟ إذا لدينا هناك عوامل حقيقية مباشرة قد تكون سياسية ولكن أدت إلى واقع اقتصادي. الضغوط السياسية هي التي تحرك الآن مسار أسعار النفط. هل تريد تقول أدت إلى واقع اقتصادي الآني؟ الواقع الاقتصادي الآني هو الفيض الآني والتباري بين المنتجين وغير المنتجين، بين المنتجين داخل أوبك وخارجها، للتباري في زيادة. آخر تصريح للسعودية تقول أن أكثر من 10 ملايين برميل صدرنا انتجنا وحطينا في السوق حوالي 7.5 مليون برميل يوميا. العراق ينتج الآن أكثر من 3 ملايين برميل من نفط البصرة. كل هذه عوامل تؤدي إلى إغراق السوق مجددا وإلى التراجع في أسعار النفط الذي يمكن أن يستمر إلى ماذا؟ إذا تناقضت المصالح وعلى الدوام. نعم. طيب دكتور محمد، باختصار لو تكرمت، ذكرت الفائض يقدر بحوالي مليوني برميل أكثر يوميا أو أكثر من ذلك، كيف يتم التعامل أو يمكن التعامل مع هذا الفائض من دون حدوث اضطرابات في الأسعار؟ أولا ما كان يجب لأوبك أن تعلن أنها لن تخفض، كان يمكن أن تضمر تقول سوف نتعامل مع الأمور حسب التقادم الزمني، ولكنها أصرت على نقول، حتى أن علي النعيمي مدير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية قال لو انخفضت إلى 20 دولار للبرميل سوف لن نخفض الانتاج حفظا على الحصص. الحصص موجودة كانت وعلى الدوام، ثم الآن تحركت السعودية نحو آسيا لمزيد من الحصص، وتحرك العراق لآسيا لمزيد من الحصص. على هذا الأساس إن تناقضات المصالح سوف يؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيدا من تناقص أسعار النفط. نعم شيخ سيف، يعني هل منظمة بس قبل كمان، نعم. يعني في عنصر آخر هو فيما يتعلق بقضية الأسعار، من يتلاعب الأسعار هو ليست الدول المنتجة بقدر أيضا البورصة العالمية هي التي أيضا تتلاعب بأسعار النفط بين يوم وآخر، وبالتالي فهذه مسألة مهمة جدا. أصبحت حتى الدول الأوبك أو الدول المنتجة ليس في قراراتها هي ذاتها التي تستطيع أن تحدد أسعار النفط بقدر ما البورصة العالمية هي التي تحدد، أما في نيويورك ولا في دبي ولا في لندن. نعم، هذا هو السؤال التالي، هل منظمة أوبك قادرة على السيطرة على السوق في ظل هذه المعطيات، فائض بنحو مليوني برميل أو أكثر من ذلك، الوضع السياسي ما زال يعني يكتنفه حالة من عدم اليقين فيما سيؤول إليه في كثير من بلدان الشرق الأوسط، باعتقاد هل أوبك قادرة على ضبط الأمور أم تحتاج؟ أنا في تصوري أن الأوبك يعني قادر على اتخاذ القرار الإنتاج، لكن قضية الأسعار ليس في مقدورها أن تسيطر على الأسعار، وفي ظل حالة من عدم الوضوح في عامل العوامل العرض والطلب. نعم، لأنه على النفط بسبب لأنه في هناك دول مستفيدة من هذا الانخفاض. نعم، عندك الصين، الهند، أوروبا، أمريكا، كلها في هذه المرحلة يعني تشتري وبالتالي تمتص من السوق من أجل رفع احتياطياتها الوطنية الاستراتيجية. نعم أستاذ مرتضى، كيف هي الآن محددات النمو الاقتصادي العالمي وارتباطه بزيادة الطلب على الطاقة في ظل ارتفاع الإنتاج الداخلي لكثير من البلدان المستوردة لكبرى الدول المستوردة ومنها الولايات المتحدة؟ يعني الولايات المتحدة الآن تقريبا وصلت إلى 10 ملايين برميل من النفط من الاستخراج الأحفوري، النفط الصخري صخري. كثيرين يتوقعون بأنه هذه المعركة الأسعار اللي كانت موجودة لإخراج هذه الشركات من السوق وبالتالي سيطرة هذه الشركات، أنا أشك في ذلك، لأنه إخراج هذه الشركات بمعنى إفلاسها، وبالتالي الشركات الكبرى هي التي سوف تسيطر عليها بمبالغ رخيصة جدا جدا، وبالتالي تقدر أن تقلل من قيمة التكلفة، وهي المشكلة الآن كلفة استخراج النفط الأحفوري. في نفس الوقت
إذا انخفضت أسعار النفط الأحفوري سوف لن تعطي مشجعا للدول الأخرى أن تستثمر مثل كندا والصين التي أيضا لديهم نفوذ صخرية. الشيء الثالث يعتمد على المؤسسات العالمية الكبرى، كيف تتمكن أن تتوقف أو تستمر على مدى قناعاتها في استمرار تمويل هذه النفوذ. الشيء الرابع طبعا يعتمد على التكنولوجيا، وتكنولوجيا تتقدم بشكل غريب بدون ما نحن نتصورها. كيف هل ممكن التكنولوجيا خلال سنة من الآن أن تتوصل إلى طرق تزيد من كفاءة الإنتاج وتقلل من تكلفة الإنتاج؟ هذه أيضا من الأشياء التي تؤخذ في عين الاعتبار. نأخذ هناك الاحتياطات الأخرى اللي موجودة. عندما شركات النفط تتكلم عن الاحتياطات المؤكدة في العالم، وهي تعني تلك الاحتياطات التي ممكن بالطرق التجارية العادية من استخراجها. إذا تمكنت التكنولوجيا أن تتقدم وتتمكن ذيك الاحتياطات الغير مؤكدة المحجوزة بين قوسين أن تستثمرها بطريقة اقتصادية، فمرة ثانية أعداد كبيرة من بلايين البراميل سوف تأتي إلى الأسواق. أنت عندك إيران الآن، طبعا لا نعرف مصير المفاوضات التي اتفاق النووي. النووي لحد الآن في شك، لأنه في هناك داخل الغرف هناك معركة كتابة النصوص، بعد ذلك تأتي معركة تطبيق النصوص وترجمة النصوص. لكن إذا ذهبت كل الأشياء والتمرحل في يعني رفع العقوبات، رفع العقوبات، كيف تتم رفع العقوبات؟ ماذا سوف يكون موقف كونغرس؟ كيف يكون موقف إسرائيل؟ كيف يكون موقف بعض الدول العربية؟ مليون برميل من النفط في السوق الإيرانية بانتظار الاتفاق، 40 مليون برميل الآن موجود على الناقلات الإيرانية القريبة من الأسواق الإيرانية التقليدية في الشرق والشرق جنوب شرق آسيا، انتظارا للحظة الحاسمة إذا قررت العقوبات أن ترفع. في مدة قليلة سوف تنزل هذه 40 مليون برميل رأسا للسوق. سوف لكن هل أوبك ستسمح بهذا الضخ الكبير؟ إيران من ضمن ليست الموضوع. هناك دولة الآن تمشي حسب سياسات أوبك. السؤال اللي موجود عندما ليبيا طلعت من السوق وعندما إيران طلعت من السوق، كانت دول أخرى أتت لتحتل مكان هذه الدول. هل هذه الدول الآن تتنازل عن حصصها التي هي من المفروض أن تكون للدول الأخرى؟ هذا قضية ثانية، وأيضا هي دول في أوبك، فهي عوامل عديدة ومعقدة ومتشابكة، وفي جيوبوليتكس كثير يعني القضايا، لكن في هناك أيضا قضايا العرض والطلب كثير. نعم دكتور محمد، تحدث الأستاذ مرتضى عن موضوع النفط الصخري في الولايات المتحدة، هل تعتقد أن الدول المنتجة للنفط مستعدة لمرحلة الإنتاج التجاري للنفط الأحفوري مع التطور التكنولوجي لاستخراج هذه الطاقة في الولايات المتحدة؟ النفط الزيت الصخري والنفط الصخري الذي ينتج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن تدنت أسعار النفط إلى ما هي عليه الآن، تناقصت منصات الحفر بنسبة أكثر من 30%. لماذا؟ لأن لم يعد هناك النفط، لأن إنتاج النفط، إنتاج أو استخراج النفط من الزيت الصخري 4 إلى 5 إلى 7 أضعاف ما ينتج البرميل في المنطقة الشرق الأوسط. 70 دولار تقريبا للبرميل، أكثر من 70 دولار، حتى يصل عندي شارت هنا يقول إلى 90 دولار، حتى شارت يقول إلى 90 دولار في بعض الشركات التي تتحدث. نعم هذه لكن الشركات، لكن دكتور الآن الأستاذ مرتضى يقول أن التقنية المتطورة في استخراج هذا النوع من النفط يعني تمشي بوتائر متسارعة. لم تحدث هذه التقنية بعد، عندما سوف تحدث سوف يكون هناك حديث آخر. لحد الآن تناقص منصات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى هذه الزيادة التي نراها الآن. إضافة إلى ذلك، فإن السوق الأمريكي هو السوق الأكبر المستهلك للنفط. أتحدث عن عامل آخر من العوامل السياسية التي أدت إلى ما نحن عليه الآن.
الآن هناك فترة انتخابية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والآن الديمقراطيون في السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية ويمهدون لصعود هيلاري كلينتون إلى هذه إلى القصر إلى البيت الأبيض. الآن منذ أن نقصت أسعار النفط حتى اليوم نقص المواطن الأمريكي من إنفاقه على البترول الذي يضعه في حافلته بنسبة 50%، عندما كان يملأ حافلته بمئة دولار أصبح يملأها بخمسين دولار. ما حدث ذلك خلال 15 سنة الماضية؟ ذلك يؤيد أن للجمهوريين أن للديمقراطيين قدرة على أن يبقون الاقتصاد يتحرك وعلى قدرة أن يعطون للمواطن الأمريكي رفاهية أكثر. هذا عامل آخر. ثم أن هناك معهد البترول الأمريكي الذي يصدر أسبوعيا يوم الثلاثاء على الأربعاء قرارا بالمخزون الاستراتيجي الأمريكي. المخزون الاستراتيجي الأمريكي صعودا أو هبوطا يؤثر في السوق من دولار إلى دولارين كل يوم في هذا الموضوع. الآن كل هذه العوامل المجتمعة دون أن نعرف لماذا يمكن أن تكون الأسعار دون المستوى الذي يتحمله السوق، سيما وأن الطلب الهندي الطلب الصيني الطلب الآسيوي يتصاعد الآن، وهناك نمو اقتصادي حقيقي في المناطق الآسيوية. ثم أوروبا تعافت أيضا، وأوروبا أيضا تعتمد على منطقة الشرق الأوسط. نعم، في ظل هذا الطلب المتنامي على نعم. على النفط، هل تتوقع المؤشر يتجه صعوديا؟ يتجه صعوديا إذا لم تكن هناك ضغوط سياسية تبقيه كما على هي الآن. المستوى المتوقع دكتور، المستوى المتوقع إلى نهاية هذه السنة 70 دولار للبرميل. نعم. شيخ سيف، تحدث الأستاذ مرتضى عن موضوع الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب وتحديدا مع الولايات المتحدة وأوروبا، كيف تتوقعون تأثيره في ظل الضخ المتوقع في حال يعني تطبيق شوف ننظر الجانب السياسي وردود الأفعال التي ستحصل من قبل بعض الدول في هذه المنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية. يعني اليوم نعرف أنه المملكة العربية السعودية هي صاحبة الحصة الكبرى من حصص الأوبك في عملية الإنتاج، وهي صاحبة القرار السياسي في عملية التخفيض ورفع أسعار النفط على الأقل من خلال منظمة الأوبك. أنا أتوقع يعني طبعا، والاتفاق صحيح مثل ما قال الأخ مرتضى أنه ما زال هناك في تفاصيل، لكن مجرد الإعلان عن الوصول إلى اتفاق فهناك العنصر يعني اللي تفضل فيه الأخ مرتضى، وجود كمية هائلة من البترول الإيراني بانتظار التصدير أو التفريغ الحقيقي، يعني هو مصدر، لكن فرد الفعل السعودية أنا أتوقع أيضا راح يكون رد فعل سلبي، بحيث أنه بتحاول بقدر الإمكان بأن تضغط على أسعار النفط على أساس أنه كضغط أو كورقة سياسية على إيران وعلى روسيا بالذات وأوكرانيا. يعني فهذا هذا الجانب يعني مهم جدا. لكن أي اتفاق شيخ سيف، هل تعتقد أنه سيقود إلى رفع كلي عن العقوبات أم جزئيا مهما يتم فيه تقنين كل شيء بما فيه تصدير النفط في إيران؟ لا، قضية التصدير لا أعتقد أنه يكون هناك في تقنين، وإنما في قضايا أخرى. نعم، في قضايا أخرى فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ما تكنولوجيا والقرار السياسي وال يعني الترتيبات في المنطقة، هذه هي المهم. بس في تصوري أنا مجرد إعلان عن الاتفاق النووي هناك متغيرات كبيرة ستؤثر على سعر النفط. سعر النفط بأي اتجاه؟ باتجاه السلبي، الانخفاض. هل تتفق أستاذ مرتضى على هذه الجزئية؟ نعم، لكن قبل ما أجي على هذا الشيء، كان هناك تصريح لسعادة سالم العوفي وكيل وزارة النفط. الحقيقة التصريح سعادة سالم العوفي كان يعبر بدقة عن الوضع، هو إضافة إلى موقعه كوكيل الوزارة أظن له اطلاعات أيضا كثيرة في هذا الجانب، وقال من الصعوبة جدا خلال السنوات القادمة أن نتعرف أين سوف تتجه أسعار النفط، لأنه الأسباب التي المسببة والمتفاعلة كثيرة ومتنوعة ومتغيرة ومتشابكة وهذا شيء صحيح.
صحيح، يعني من جهة سعر النفط إذا إيران أتت سوف تذهب الأسعار إلى الأسفل، والسعودية قد تتأثر، يعني تتأثر بمعنى سوف يكون لها ردود فعل، لكن هذه الردود الفعل سوف تؤثر على السعودية أيضا ودول النفط، يعني هي معركة حظ الأصابع الآن. لا ننسى بأنه إيران أولا تعتمد فقط 30% من النفط، وهي عايشة العقوبات منذ سنوات وسنوات، فبالنسبة لها أي مورد إضافي هو مورد. لكن يقول لك أستاذ مرتضى أن الطلب العالمي على النفط يزيد، الوضع السياسي يبقي أسعار النفط في حال يعني صعودي طبيعي بحيث أنه عدم وضوح في الأبعاد السياسية في المنطقة، كثير من العوامل الآن محفزة لمؤشر تصاعد النفط. من جهة، من جهة أخرى قد تكون هناك عوامل أخرى تأتي. هل دولة واحدة تستطيع أن تغير؟ إذا ليبيا أتت إلى الوضع الطبيعي، إذا اليمن أتت إلى الوضع الطبيعي، إذا العراق أتى إلى الوضع الطبيعي، إذا العراق استقر وقادر أن عنده قدرة أن يضخ 18 مليون برميل في خلال 10 سنوات، ماذا سوف يكون؟ فالعوامل متعددة ومتنوعة، وصعب جدا أن تعتمد على عامل واحد. نعم دكتور محمد، قبل بس تعليق فهزيدك من الشعر بيت. الكل يعرف أن الاستكشافات النفطية الكبيرة التي وجدت في البحر المتوسط في بين لبنان وقبرص وسوريا سواء النفط أو الغاز، فهذه طبعا كلها تنتظر نوع من الاستقرار النسبي حتى تبدأ الشركات في عملية الاستثمار يعني. فهذه كلها عوامل يعني علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، وليس ولا نعتقد أنه قضية الصعود هذا يعني البطيء سيستم. أنا شخصيا إذن لا أقول يجب التعويل على أسعار النفط على الأقل خلال الفترة السنوات الثلاث المقبلة. بس قبل ما الدكتور، منظمة الطاقة الدولية تقول بأنه سوق النفط متخمة مليئة أكثر من اللازم، وسوف يبقى الوضع إلى ما عليه لفترة طويلة. أكثر المراقبين الدوليين يقولون بأنه أسعار النفط سوف تتراوح من الآن إلى نهاية 2020 بين 65 دولار إلى 80 دولارا. 80 دولار يعتبر مؤشر يعني هناك مستقر. من العوامل الأخرى المضافة إلى أن نتفائل، لن لا ننسى أن في الولايات المتحدة الأمريكية شركات نفط عملاقة بدأت تخسر، وهذه الشركات لديها في الكونغرس ضغوط كثيرة. نعم. تكسيكو، شيفرون، موبيل، البريتش بتروليوم كومباني، توتال في فرنسا، كلها لديها عوامل سياسية ضاغطة أن أسعار النفط يجب أن تكون ذات مستوى على الأقل، لأن لديها مساهمين هذه الشركات، فيجب أن تكون لديها ضغوط في رفع السعر. أيضا هناك تدخل، سوف يكون هناك تدخل سياسي لأن يعطي للنفط سعرا مقبولا من المنتجين ومن المستهلكين في آن واحد. ما هو السعر المقبول؟ أنا في تصور السعر المقبول يتراوح بين 80 إلى 90 إلى 100 مع تطور انخفاض العملات، تآكل العملات يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الأسعار في كل زيادة الأسعار. صرف الدولار دكتور محمد الآن كيف له علاقة بأسعار النفط؟ بالضبط اليوم السبب الوحيد اللي أدى إلى انخفاض الأسعار النفط هو ارتفاع الدولار وارتفاع الأسهم في آن واحد. الأسهم ارتفعت اليوم في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي اليابان، تسببت في انخفاض النفط بنسبة حوالي 65 إلى 45 سنت بين آسيا وأوروبا وأمريكا. هذا الواقع يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن تكون هناك ضغوط غير معروفة، مثل ما تفضل الأستاذين في هذا المعنى، ضغوط غير معروفة داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في الكونغرس الأمريكي، في الكونغرس في البرلمان البريطاني، في البرلمان الفرنسي، أن تكون شركات لها أهميتها، توتال الفرنسية، بريتش بتروليوم كومباني بريطانية، تكسيكو، موبيل، كلها يجب أن تكون لديها أسعار تتناسب مع المساهمين فيها. هذا الواقع أيضا يعطي دفعة في المقابل إلى أن تكون هناك زيادة، لا نتفائل أن تكون زيادة كبيرة، ولكنها
تكون بالمستوى الذي يقبل بها المنتجون من جهة والمستهلكون من جهة أخرى. نعم شيخ سيف، كيف تبدو هيكلة الاقتصاد غير النفطي في البلدان المنتجة للنفط، وكيف عليها أن تصبح إذا أخذنا بالرأي التحليلي الذي يقول أن أسعار النفط غير مطمئنة بالمجمل خلال المستقبل المنظور؟ اسمح لي أخ عبد الله بكون شوي صريح معك، يعني معظم الدول النفطية هي دول منطقة الشرق الأوسط مستهلكة، دول مستهلكة في حتى في حياتها اليومية، وخلال 50 سنة الماضية لم تضع استراتيجية هذه الدول بأن يكون أن تضع بدائل للنفط حتى الآن. نعم، لكن أنشأت قواعد قوية، بنى أساسية، بنى أساسية من لا شيء، بنيت للدولة نعم. ولكن ليس البديل نعم. يعني كلها مصاريف التي حصلت أو صرفت في من خلال الإنفاق ملياري على البنية الأساسية، على البنية الأساسية، فهذا شيء جيد. تقصد القاعدة الإنتاجية؟ أنا أقول القاعدة الإنتاجية، والنقطة الثانية قضية البديل. يعني من المفترض أنه هذه الدول أن يكون لها بديل على الأقل يرتفع شبه في كل خطة خمسية أو خطة عشرية بديل للنفط. هذا الشيء لم يحصل. عندما اتجهت هذه الدول، خاصة لما نتكلم عن دول الخليج، اتجهت نحو صناعات البتروكيماوية، فأصبحت كل هذه الدول تتنافس بين بعض البعض، لم يكن هناك صناعة متكاملة بين الدول المنتجة في هذه المنطقة. إيران حالة استثنائية لأن استطاعت من خلال الحصار أن تقوي اقتصادها الداخلي وأن تضع بدائل، ولهذا فاستطاعت أن تصمد إيران خلال 30 سنة في ظل. لكن ما أعتقد يعني نحن نستطيع، يعني كان هناك استرخاء على وسادة النفط، دول النفط نعم. على وسادة النفط، ولم نفكر، بالعكس مثل ما تفضلت في بداية مقدمتك أنه حصل إنفاق غير طبيعي على اعتماد أنه سعر البترول بيكون بنفس المستوى الذي كان عليه. والإشكالية الحقيقية هو قضية وضع فلسفة في قضية الصرف، صرف الدولة على الأولويات في المنطقة. يعني ما زالت احنا دولنا عندها أولويات الصرف اليومي وليس صرف استثماري الذي ممكن أن يأتي بعائد ولو بعد حين. وربما الرواتب التشغيلية تشكل جزء كبير من الميزانيات العامة. أكبر هذا جزء كبير جدا نعم. والمصاريف التابعة لها يعني. نعم. أستاذ مرتضى، هل لهذه العوامل تأثيرات متوقعة على رغبة، بين قوسين، رغبة الشركات العالمية في الاستثمار في صناعة النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط على خلفية البعد السياسي الراهن؟ نعم، سوف تبقى، ممكن أن تقلل مثل ما رأينا، لكن مستحيل أن تخرج من العملية. سوف يبقى النفط سلعة استراتيجية لفترة طويلة جدا جدا. سوف يحاولون أن يرون طرقا لكيفية تقليل الإنتاج، وبالمناسبة عملية الإنتاج، تكلفة الإنتاج يختلف من بلد إلى آخر. مثلا أن في عمان نتيجة الطبيعة الطبوغرافية للأرض القاسية مكلفة جدا، لكن في السعودية ونفط ثقيل وموجود ماء ولا بد ضخه بكيماويات وبمياه كثيرة حتى أنت تستخرج برميلا واحدا من النفط. في السعودية تكلفة الإنتاج جدا جدا أقل مما هي في عمان، ممكن في العراق جدا أقل حتى من السعودية، يعني موجود على باطن الأرض، وهكذا. فالتكنولوجيا الآن تتطور في كيفية تقليل الإنتاج من البرميل. إذا رأينا من جهة تقليل الإنفاق، ومن جهة ثانية زيادة الاستخراج. على سبيل المثال في سنة 70 ممكن كان ما النفط الذي كان يستخرج من باطن الأرض يعادل 10%
مما كان موجودا في داخل الأرض. مع تقدم التقنيات الحديثة ممكن الآن وصلوا إلى 50-60%، بقية النفط موجود في المسامات والصخور. كيفية هذا النفط يأتي ويكونون طبقة بحيرة نفطية بطرق كيميائية، وكيفية استخراج النفط. مع الأسف نحن يعني في هناك عنصر آخر اللي دكتور محمد ذكره سريعا، هو عملية سعر الدولار. وسعر الدولار الحقيقي ليس السوق فقط يقرره، وإنما الحكومة المركزية، البنك الفيدرالي الأمريكي هو الذي يقرره استجابة ماذا تريد الحكومة الأمريكية والمصالح الأمريكية. وكلما ارتفع سعر الدولار انخفض سعر النفط، وكلما قل سعر الدولار ارتفع أسعار النفط. فإذا هناك علاقة طردية، علاقة موجودة بين سعر صرف الدولار وبين سعر البرميل من النفط، فيجب أخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. القضية الأخرى الذي أريد أيضا أن أعلق عليه، بأنه بغض النظر أيضا في هناك عامل نحن ننساه، بغض النظر كم صعد أسعار النفط، ما هي القيمة الحقيقية؟ الريال الموجود الآن في جيبك قيمته الحقيقية ممكن 30% مما كان في سنة 1980. نعم. المرسيدس اللي كنت تشتريه في سنة 80 5,000 دولار. نعم. بالضبط. يجب أن نأخذ القيمة الحقيقية للعملة، لأنه عناصر كثيرة واستبعاد كلفة الإنتاج أيضا. بالضبط. مجموعة هذه القضايا. النقطة الأخرى اللي أنتوا أشرتوا إلى زيادة الموظفين، يكفي أن نعرف بأنه رواتب الموظفين الآن في عمان في الحكومة يحتاجون إلى 60 دولار، أول 60 دولار من النفط يأتي لدفع رواتب الموظفين، لأنه أعداد الموظفين زادوا، رواتبهم زادت بشكل غير طبيعي. في سنة 2013، نهاية 2013 قانون توحيد الرواتب. نعم. طيب ألف الدولة بليون ريال. الآن هناك أيضا قضية دائما متجددة، وهي الباحثون عن عمل، ضرورة توفر فرص العمل، أهمية استقطاب واستجلاب استثمارات نوعية توفر فرص العمل الضرورية للمخرجات السنوية بعشرات الآلاف. كيف يمكن أن نذهب إلى شراكة وتعاون بين القطاع الخاص وبين الحكومة في ظل تذبذب أسعار النفط لمعالجة هذه المسألة التي تعتبر يعني بصفتها حساسة؟ أخ عبد الله، القضايا التي تطرق عليها قضايا مهمة وخطيرة جدا، ويحتاج إلى جلسة خاصة. حسب الأرقام المسجلة في سجل القوى العاملة في نهاية 2014، بلغ عدد الباحثين عن عمل 100,000 شخص، لكن هذا العدد غير صحيح وغير دقيق. لو استثنيت ربات البيوت واستثنيت مما لهم وظيفة ومسجلين كباحث عن عمل، يعني يجب هنا نفرق بين الباحث عن عمل والمتعطل عن العمل، فيأتي المجموع الصافي 55,000 شخص، بين 50-55,000 شخص، 60% منهم نساء. من هؤلاء 55,000، 10,000 فقط عندهم دبلومة التي لا تتناسب مع سوق العمل. سوق العمل نفسه هو مشوه، يجب أيضا أن نعترف بهذا الشيء. وعدد الشركات الموجودة صغيرة جدا. من هذا 10,000، 8,000 امرأة. من هذا 55,000 شخص هم موزعين على عمان كلها، باطنة داخلية ظفار كلها. فهذه أيضا مشكلة أخرى. هي بحد ذاتها 55,000 شخص هي قضية ليست خطيرة، لكن مشكلتنا الموجودة في السنوات القادمة أن الآن 110,000 شخص جالسين في مقاعد الجامعة، بغض النظر الجامعات جيدة وما جيدة، لكن هناك مشروعات ضخمة في الطريق، لكن لا تتناسب. يعني أنت عندك خلال السنوات القادمة بين 3,000 و4,000 شخص يتخرجون بالفقه من جامعة الرياض وطهران وصنعاء والله أعلم من الإمارات، أين توظفهم؟ ما هي الحلول التي يقدمها القطاع الخاص؟ طيب في هذا الإطار. طيب أنت عليه أن يقدم حلول. طيب القطاع الخاص
بدل لابد أن نتجه إلى الأدوات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية. في السنوات القادمة 200,000 شخص سوف يدخلون سوق العمل، هم ماكسيمم خريج الثانوية أو من المنقطعين عن الدراسة الذين لا يمتلكون كفاءات حقيقية. كيف تعلمهم؟ كيف تدربهم؟ كيف تغير قوانين العمل؟ لكن أستاذ مرتضى، كيف تقدم قضية علم ودرب وأهل فنجح في تجربة التشغيل؟ صحيح. القطاع المصرفي بدأ بتوجيهات سامية منذ بداية السبعينات. القطاع المصرفي كانت جهة واحدة هي المسؤولة عنها. القطاع المصرفي قطاع كبير وفي أرباح هائلة، فبالتالي كانت لديهم مبالغ كبيرة التي كانت قادرة يتحرك فيها. قطاع المصرفي كان من القطاعات اللي الناس المواطنين يحبوها. حتى الآن القطاع التجاري المصرفي، حتى القطاع التجاري المصرفي يقدم تجربة نموذجية في التعميم. الوظائف الموجودة المطلوبة الآن إيش هي؟ نوعان: عالية المهارة، تخصصية والإشرافية، عالية المهارة أو قليلة المهارة. الأولى المتوفر أن قليل جدا، والثانية المواطنين لا يرغبونها. فنحن لدينا قضية أخرى، هذا يحتاج إلى قضية أخرى. موضوعنا الآن تفضل دكتور محمد. في موضوع الباحثين عن عمل وفي موضوع البطالة المقنعة والترخل الوظيفي، هذا حق المواطن على الدولة أن تجد له مصدر عيش. نعم. يعني ليست هناك دولة في العالم، كل دول العالم ليس فيها بطالة مقنعة في القطاع العام. ليست هناك دولة في العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تضخم في الموظفين، وحق المواطن على دولته أن يكون له مصدر للعيش. فالترهل الوظيفي الذي نتحدث عنه في السلطنة أو في أي دولة نامية أخرى هو واقع من الواقع الاقتصادي. ولكن أيضا أثني على ما قلته أنت، أين القطاع الخاص من 1940 لحد الآن؟ أين هو القطاع الخاص الذي لم يفكر مع الدولة في أن يكون الشريك الحقيقي لكي يتعامل مع تدريب ومع أن يتنازل عن جزء من أرباحه لكي يؤهل المواطن العماني؟ الاستثمار في رأس المال البشري. كان الاستثمار في رأس المال البشري فقط حصرا على الدولة. ولماذا الدولة تكون من وحدها عندما يكون لدينا نظام رأسمالي العامل الأساسي له هو القطاع الخاص؟ أين القطاع الخاص في هذا الجهد الكبير كان يجب أن يكون؟ نعم شيخ سيف، تجربة السلطنة، نعود إلى موضوعنا في امتصاص الصدمات المرتدة من أسعار النفط، حقيقة تجربة طويلة. نضع كيف يمكن أن نسقط هذه التجربة على النصف الأول من عام 2015 عندما كانت أسعار النفط أقل من $50 برميل، وما اعتمدته الجهات المعنية، وزارة المالية وغيرها والبنك المركزي، من سياسات وقائية فيما يتعلق بالإرشاء بالإنفاق. صحيح، أنا أتفق معك أنه عمان لها يعني تجربة متميزة في عملية الامتصاص، لكن عندما كانت الدولة صاحب القرار الوحيد. الآن ليست الدولة هي الوحيدة صاحبة القرار، وهناك مجلس الشورى وهناك بعض المجالس وهناك، فهذه مع الأسف يعني هذه المجالس، مع احترامي للأخوة في مجلس الشورى، نظرتهم نظرة رومانسية، نظرة يعني ما نقول فوقية، ولكن لا يستطيعوا أن يفهموا يعني الشالية الحقيقية للدولة. وبالتالي لكن هم قدموا دراسات وقاموا بعمل حقيقة، بس مع الأسف دراسات اللي قدمت من خلال مجلس الوكالة لا تساهم أو لا تساعد الدولة على اتخاذ قرارات يعني الصعبة. يعني مثلا لما في الوقت الذي فيه سعر البترول نزل أقل من 70، مجلس الشورى يضع موازنة أو يقترح على الدولة بوضع موازنة معتمدة على $85. فهذا يعطيك أنه مجلس الدولة وضع 70، لا 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 لا، ورفع إلى 75 حسب مصادر البرلمان. 85 مجلس الشورى وضع،
وفي الوقت اللي كان سعر البترول النفط راجع مجلس الدولة هذا المؤشر أيوة ونزل إلى نزل إلى 70 أيوة عفوا 75 أو في إطار 70 دولار. أعتقد أنه الدولة يجب أن تأخذ يعني فعلا العملية هذه مأخذ يعني نوع من الحزم فيما يتعلق بالإنفاق زين والرؤية التحليلية لا لأنه هي على الواقع هي اللي تصرف هي اللي تتحمل مسؤولية وبالتالي فعلى الدولة طبعا أن تضع استراتيجية قصيرة المدى متوسط المدى وطويلة المدى. طويلة المدى ممكن المجالس المتخصصة أن تقوم بهذا الشيء، أما القصيرة وخاصة في حالة طوارئ أنا أعتقد أن المرحلة اللي مرت فيها عمان أو مثلا المنطقة فيها في انخفاض من 80 إلى 40 فهم كيف؟ كان هذا تحتاج إلى حالة طوارئ كرايس مانجمنت زين على من الدولة لاتخاذ قرارات صعبة شوية. لا طبعا الإشكالية أنه نحن نتخذ قرارات سياسية أكثر من هي تكون اقتصادية على أساس الامتصاص للوضع السياسي المرتد من أسعار النفط. أستاذ مرتضى يتحدث المراقبون في الواقع أن سلطنة عمان هي الوجهة المثالية للاستثمار في المنطقة، تتمتع بمناخ سياسي بمناخ اقتصادي واستراتيجي ممتاز. ما هي الإجراءات المطلوبة برأيك لاستغلال هذه القيمة العالمية وتعزيز دخل الاقتصاد بين قوسين غير النفطي؟ أول شيء يجب أن نعرف ماذا نريد نحن. إذا لا نعرف ماذا نريد لن نوصل إلى أي نتيجة. على ضوء الأهداف اللي بعد ذلك أن نوضعها لابد أن تكون هناك سياسات وخطط واستراتيجيات لتوصلنا للوصول إلى ذلك. ما هو الطريق الأقرب برأيك الأكثر اختصارا؟ توضع الأهداف الواضحة. ما هي القطاعات؟ القطاعات أوكي المواهدة. لو نظرنا إلى عمان نحن عندنا خمسة مصادر، خمسة ثروات إن شئت. عندنا النفط، لكن النفط هو عملية اكتشاف استخراج تكرير صناعات نفطية ذات قيمة مضافة التي ممكن أن تعطينا مبالغ جدا جدا أكثر مما نحن نرسل النفط الخارج كنفط خام، وأيضا توفر فرص عمل جيدة وذات قيمة مضافة لكثير من المواطنين، لكن يحتاج لنا إلى كثير من التعليم المميز وكثير من التدريب المميز. نعم. الثروة الثانية أن البحر. البحر أسماك ومواني. أسماك، لكن الأسماك أيضا هو صيد، هو استخراج، هو تعليم، هو تقطيع، هو صناعات غذائية، واستخراج زيوت نباتية، هي استخراج مواد كيميائية، هي عملية إعداد جيل جديد من الصيادين العمانيين ليقوموا بعملية الصيد الحديث. كيف نقوم بذلك؟ أيضا البحر مورد سياحي هائل ومورد طاقة هائل، كيف نتمكن أن نستغلها كمورد سياحي إضافة إلى جبالنا ووديادنا وصحارينا كلها حقيقة مناطق جذب سياحي هائلة. كيف نستثمرها؟ لكن حتى نأتي إلى السياحة هل نريد سياحة ولا لا نريد؟ هناك شروط، لابد في كل شيء لابد أن تقدم شيء على شيء آخر. نعم في كل شيء في تضحيات لابد أن نقوم فيها، لكن الفقر ثمنه جدا أكثر، الفقر يولد كل جرائم اللي جاية، فيجب نحن أيضا نكون واضحين، لا نقول نريد السياحة وفي نفس الوقت نقطع المجال أمام كل السياح. نعم. نعقد المشاكل أمام السياح. واضح. القطاع الآخر. القطاع الآخر نحن عندنا الزراعة بالرغم محدوديتها من حيث فشلت الوسائل التقليدية لابد أن نفكر بال تطور الحيوية. كيف نتمكن أن نزرع في بيئة قاسية؟ كيف نتمكن أن نزرع في تربة مالحة؟ كيف نتمكن أن نستعمل المياه المالحة؟ وهذه تجارب موجودة. والقوة الأخرى اللي هي أم القوة هي الثروة البشرية، كيف أن نعطي تعليما جيدا لأولادنا. يجب أن لا ننسى حقيقة واحدة، معظم الوظائف اللي موجودين في عمانيين هي
وظائف وسيطة ميدل كلاس، وهذه الوظائف هي أكثر تعرضا للخطر من سطوة التكنولوجيا، لأن وظائف تخلق ووظائف تضمحل، ويجب أن نكون جدا جدا منتبهين إلى هذا. نعم دكتور تفضل باختصار. أنا أود أن بسرعة، عام 1987 إلى 90 كان برميل النفط من 9 إلى 20، وتمكنت السلطنة أن تتجاوز تلك المرحلة بخبرة. 1998 إلى 99 32 نزل البرميل وتمكنت السلطنة من احتواء ذلك. الآن وعجز الميزانية هو 2.5 مليار ريال عماني. بدأ تنسيقا جيدا بين وزارة المالية والبنك المركزي العماني وسوق مسقط الأوراق المالية بإصدار الصكوك السيادية والسندات الحكومية ودون الخزانة لسد العجز إلى نهاية هذه السنة. إذن السلطنة قادرة على احتواء الآني للواقع النفطي. تنويع القاعدة الاقتصادية، يتحدثون عن تنويع القاعدة، تنويع القاعدة الاقتصادية مثل ما تفضل الأستاذين لا يمكن أن تكون بكبسة زر الآن، يحتاج إلى الكثير الكثير. وأنا أعول ويجب أن نعول على القطاع الخاص أن يتحرك بمؤسسية لولادة شراكة استراتيجية بمؤسسية قطاع خاص، يجب أن يكون نشطا في أن يتولى العملية بنفسه أكثر مما تتولاه الدولة. شكرا مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة اسمح لي الشيخ سيف، الوقت وقت البرنامج انتهى. نشكر ضيوف هذه الحلقة الشيخ سيف بن هاشم المسكري المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، الأستاذ مرتضى بن حسن بن علي اللواتي رئيس مجلس إدارة شركة جينيتكو القابضة، والدكتور محمد رياض حمزة المحلل الاقتصادي. كما نشكركم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على لطيف متابعتكم. في أمان الله.